هو اللي سواء باستغناء عن حد او اعاره احد اللاعبين او كذا او كذا او كذا، كل ده حصل من خلال الجهاز الفني او المدير الفني مارتن لاسارتي. هل لو كان في تفكير لاي شيء كان ايه اللي حصل؟ لكن ان مجرد ان مدير فني عالمي وكبير وراجل كويس جدا ومن افضل المديرين الفنيين كسي في يعني خلال الفتره اللي فاتت، رامون دياز عمل فولو لحساب النادي الاهلي. انا الحقيقه لقيت الثلاث ايام اللي فاتوا دول زي ما بقول لكم كده الناس كلها عماله تقول لي يا جماعه ده طبيعي جدا، ولكن بأكرر ومن خلال ملعب الاهلي كل الدعم من مجلس اداره النادي الاهلي للجهاز الفني والجهاز الاداري داخل النادي الاهلي، كل الدعم لمجموعه اللاعبين اللي متواجدين داخل النادي الاهلي ده حاليا واللي تم الاستقرار ان هم يكملوا سواء في البطوله الافريقيه او في البطولتين المحليتين خلال الفتره القادمه. كل الكلام اللي بيتقال ما هو غرضه الوحيد والرئيسي من وجهه نظري هو خلخله الاستقرار اللي موجود داخل النادي الاهلي. كل واحد بيشتغل بطريقته، كل نادي منافس للنادي الاهلي يعني بيشتغل بطريقته، فكل شويه يسرب خبر هنا وخبر هنا وخبر هنا علشان هو شايف ان النادي الاهلي ماشي في طريقه. النادي الاهلي كان في اخر الطابور، يعني لو كان في طابور كده النادي الاهلي كان في اخر الطابور. فجاه او كالعاده، مش فجاه انا اسف، النادي الاهلي بقى في اول الطابور وفارق 8 اشخاص عن اللي بعده او 8 مراحل عن اللي بعده. واحنا كلنا كنا بنطلع نقول لحضراتكم الكلام ده واحنا هنا واحنا موجودين داخل القناه، كنتوا بتقولوا، او انا متخيل ان البعض كان دايما يقول لك ايه يا جماعه انتوا بتطلعوا تطبلوا، تطلعوا تقولوا كلام انتوا مش عارف ايه. لا خالص، احنا ولا بنطبل ولا بنطلع نقول كلام احنا مش عارفينه. في الاخر انت بتتكلم على اسم النادي الاهلي وكيان اسمه النادي الاهلي، فكلنا الحقيقه كلنا كعاملين داخل النادي الاهلي واتربينا او عشنا جوه النادي الاهلي ولو حتى سنه، ولو حتى سنه عشت جوه النادي الاهلي او بتشتغل في النادي الاهلي بتبقى عارف قد ايه ان النادي ده ما حدش يعرف يوقعه مهما كانت الضغوطات ومهما كانت الامور ومهما كانت الظروف. فالحقيقه استغربت جدا من الكلام اللي بيتقال وقررت ان انا اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. عفوا، لانه هي ده اللي احنا متعودين عليه داخل القناه، ان احنا بنتكلم او ده دورنا بالمناسبه داخل القناه، ان احنا لما نيجي نتكلم نتكلم بمنتهى الصراحه، لو في اي حاجه كده ولا كده هنطلع نقول لحضراتكم حتى ولو تلميح. بالمناسبه في ملعب الاهلي مجموعه كبيره من المحللين الكبار اللي بيبقوا موجودين معانا بينتقدوا اداء النادي الاهلي داخل قناه النادي الاهلي. شيء طبيعي، احنا يعني الفريق النادي الاهلي مش بيفضل ال 90 دقيقه ولا ال 95 دقيقه اللي بيلعبهم احسن حاجه في العالم يعني، لا بتبقى فيه اخطاء وبنقول الاخطاء قبل ما بنقول الايجابيات. ف 3 ايام عمالين يزقوا من هنا ويعملوا من هنا ويعملوا من هنا عشان الكلام يوصل للفريق داخل الفريق وتحصل بقى البلبله علشان المباراه القادمه. ما اعرفش اشمعنى الناس متخيله كابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحات كثيره هنا في قناه النادي الاهلي قال لك طبعا البطوله الاهم لكل الناس هي بطوله الدوري، بطوله الكاس بتبقى بطوله يعني في كل العالم او في كل انديه العالم بتبقى بطوله اكثر شرفيه يعني اكثر منها بطوله رسميه، ولكن النادي الاهلي لما بيخش بطوله حتى لو البطوله وديه بيلعب فيها على المركز الاول، وهو دائما دائما المرشح الاول في كل البطولات اللي بيلعب فيها. فكروني كده ببطوله النادي الاهلي بيلعب فيها او بيخوض منافساتها بدون ان يكون المرشح الاول لهذه البطوله، او دخل تصنيف تاني مثلا ولا حاجه، دوري ابطال افريقيا مثلا المرشح الاول للنادي الاهلي دائما، يقول لك ايه اصله حصل كذا وكذا وكذا ولكن يظل دائما النادي الاهلي هو المرشح الاول. الدوري العام المصري بعد اللي حصل السنه اللي فاتت والاعجاز وما حدث خلال من شهر 1 لشهر 6، الناس يعني حصل لها لوشه مش عارف اقولها ايه، مع ان ده طبيعي. بالمناسبه هم اللي بيقولوا او الكل خارج النادي الاهلي بيقول ان ده اعجاز، ولكن احنا بالنسبه لنا كاهلاويه عارفين ان ده طبيعي
كنا بنتكلم بمنتهى المصداقيه مع حضراتكم، وكنتوا حضراتكم او اكثر الناس اللي كانت بتتفرج علينا كانت بتصدق كلامنا. عارفين ليه؟ لان عارفين احنا بنتكلم من القلب، بنتكلم مع حضراتكم من قلبنا، بنقول لكم ان في واحد اتنين تلاتة ده مؤشرات بتخلينا نقول ان الاهلي هياخد الدوري. الاهلي في النهاية خد الدوري. فعشان كده كل ما يحدث خلال الثلاث ايام اللي فاتوا لو في حاجة كده ولا كده هنقولها لحضراتكم. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ يعني بقالي 10 دقايق بتكلم مع حضراتكم ليه في هذا الموضوع؟ لان انا يهمني جمهور النادي الاهلي، ويهمني ان جمهور النادي الاهلي يبقى عارف ان هناك حمله حتى لو لم تكن راضيا عن اشياء معينه في الفريق، ولكن هناك حمله ممنهجه. فجاه كده بتلاقي حد طلع من هنا وحد طلع من هنا وحد طلع من هنا وحد طلع من هنا بيتكلموا كلهم في نفس الموضوع وفي نفس الثانيه وفي نفس البتاع، ويقول لك انا السبق اللي عملته، وده يقول لك انا السبق اللي عملته. بالمناسبه انا بحترم كل الناس على دماغي من فوق، لان كل واحد بيجتهد من وجهه نظره. ولكن في نفس الوقت احنا كمان بنقول لحضراتكم ما يحدث، بنقول لحضراتكم ان هناك حمله ممنهجه على النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا بالنسبه لنا كاهلاويه، حتى لو لم تكن البطوله بطوله اكثر منها شرفيه بناء على كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن في النهايه حتى لو بطوله وديه النادي الاهلي عندما يلعب في اي بطوله او عندما يخوض منافسات اي بطوله دائما ما ينافس على المركز الاول. المركز الاول بس، مش المراكز الاولى، المركز الاول فقط. بالنسبه لنا الثاني زي العاشر زي ال11 زي ال12 في الدوري مثلا. فانا بس من فضل حضراتكم حبيت ان انا اتكلم معاكم في هذا الموضوع، لانه موضوع بيمس استقرار الفريق. هل حد سمع خلال الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا كل الامور ماشيه في شكلها الطبيعي؟ اختيارات لاعبين معينين من الجهاز الفني بيتم عرضها على لجنة التخطيط والتطوير داخل النادي بالاتفاق مع كابتن سيد عبد الحفيظ، بيقعدوا مع بعض، بيتم العرض في النهاية على المشرف العام على كرة القدم، بيقعدوا مع بعض كابتن خطيب بيقول الجهاز الفني. يعني مثلا يعني حد في لجنة التخطيط خالد بيبو مثلا يقول لك ايه، طب احنا عايزين نجيب اسلام الشاطر مثلا، كابتن خطيب بيكون رد واحد بس، هو الجهاز الفني طلب اسلام الشاطر ولا ما طلبوش؟ ده السيستم اللي احنا عارفينه واللي احنا ماشيين بيه داخل النادي الاهلي طول حياتنا. طول حياتنا هي دي الحياه اللي احنا ماشيين بيها، وهي دي طريقه الشغل وطريقه العمل وطريقه التعامل جوه النادي الاهلي. الشيخ طه مثلا يقول لك ايه، احنا عايزين نجيب عمر ربيع ياسين. الكابتن خطيب بيقول له نفس الكلام، يقول له طيب هو الجهاز الفني في ورقه بكده ان هم عايزين عمر ربيع ياسين مثلا؟ يعني طالما ان الجهاز الفني مش عايز اللاعب الفلاني، انا بتكلم بشكل عام، مش عايز اللاعب الفلاني، خلاص الجهاز الفني هو اللي بيقرر. وبعد كده بقى المشرف على كره القدم بيقعد مع الجهاز الفني وبيتم الكلام والاخذ والرد. طب انت عايز اسلام، لا شيل عمر، هات اسلام، حط عبد الحميد حسن، حط فلان. الامور بتمشي بهذا الشكل. مؤسسه بتعمل، مش مجرد اي حاجه وخلاص، اي حاجه وخلاص. لا، عندنا لجنه تعاقدات بيجي لها الخبر ان احنا عايزين فلان الفلاني، عايزين تشتغلوا عليه، بيشتغلوا عليه لغايه لما بيخلصوه. هو ده اللي احنا عارفينه، هو ده السيستم اللي احنا عايشين بيه، هو ده السيستم اللي ماشي بيه النادي الاهلي، هو ده العمل المؤسسي داخل النادي الاهلي. انا بس حبيت اقول لكم الكلمتين دول لانهم الغرض من ما يحدث خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، هو هدم الاستقرار اللي حضراتكم شايفينه خلال الفتره اللي فاتت. كل الناس مبسوطه بالتعاقدات اللي تمت من شهر يناير لغايه دلوقتي، احسبوها بقى 10 12 13 لاعب جم دخلوا النادي الاهلي. كل اللاعبين الحمد لله على مستوى عالي جدا، الجهاز الفني خد اللاعبين وراح اسبانيا قعد شويه هناك معسكر اعداد رائع، اتقال عليه كلام كتير قوي 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 قوي، ولكن النادي الاهلي جه وفاز على المقاولين وفاز على نادي الزمالك. افتكروا بس، افتكروا واحده واحده كده الكلام اللي احنا كنا بنقوله لحضراتكم الوقت ده. كنت بقول لكم دايما ايه؟ طلعوا قالوا ان المعسكر كان فيه خناقات وضربوا بعض ومسكوا في بعض وعملوا مش عارف ايه، على الرغم من ان ده بيحصل وعادي مش في النادي الاهلي، ولكن بيحصل في كل الانديه.
الطبيعي ان انت لما بتقعد 10 ايام في معسكر مقفول كلاعب بتزهق وبتبقى دايما بتشد مع احنا كلنا لعيبه كره وعارفين هذا الكلام. ولكن قلنا لحضراتكم يا جماعه ما تصدقوش الكلام ده، من فضل حضراتكم ما تصدقوش الكلام ده. النادي الاهلي جه عمل ايه؟ حسم الدوري، كسب المقاولين وكسب المنافس التقليدي نادي الزمالك. معسكر ناجح 100%. جه مباراه افريقيا اطلع بره الجنوب السودان، من جنوب السودان ادى بشكل رائع جدا، كسب 4-0 ولكن كان ممكن يكسب 8 و9 و10، وده الكلام اللي احنا قلناه هنا في ملعب الاهلي مع النجوم الكبار اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت او في هذه المباراه. عندنا مباراه مهمه، مباراه يوم الجمعه بكره ان شاء الله، مباراه بيراميدز ان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم في تمام الساعه 6 على الهواء مباشره لنقل ساعتين ما قبل مباراه دور ال16 في كأس مصر ما بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز.